الأول على الأهلي والكابتن هاني رمزي، واحد من نجوم النادي الأهلي ونجوم المنتخب الوطني، واحد من سفرائنا في الخارج اللي كانوا محتفين وشرفونا في سنين كتير قوي. كابتن هاني، ازاي حضرتك؟ وحشت. مساء الخير يا سيف، وانت كمان وحشني. طبعا بمس عليك وعلى كل السادة المشاهدين والمستمعين كمان يا كابتن. والمستمعين كمان. مرحبا حضرتك. ايه، كله تمام؟ الحمد لله، كله بخير الحمد لله. الا الدوري رايح فين يا كابتن من وجهة نظر حضرتك؟ والله انا اتمنى طبعا الدوري يكون في الجزيره، طبيعي جدا يعني. اكيد اعتقد الاسابيع اللي جايه والقليله جدا، يمكن ناقص 4 مباريات. اكيد طبعا على الورق فرص نادي الزمالك هي الاقرب لو بصينا في جدول الدوري، ده اكيد. لكن يبقى طبعا الدوري لسه في الملعب، وانت عارف يا سيف الكره طبعا ما فيهاش كبير، رغم يمكن نقدر نقول صعوبه موقف النادي الاهلي شويه نتيجه المباريات. يمكن عنده 4 مباريات يمكن مع فرق اتقل شويه، لكن لو رحنا من وجهه نظر نادي الزمالك لا، هو كمان عنده بعض المباريات مع فرق بتنافس او بتهرب من الهبوط للممتاز بيه. المباريات اللي جايه صعبه، وانا بقول واعتقد كل الناس بتقول لسه الدوري في الملعب، الدوري لم يحسم بعد، لكن اكيد المباريات الاربعه اللي جايه كل مباراه بيبقى مباراه فوز بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الزمالك. مين يا كابتن فنيا مين في الاهلي لو فاء الاهلي فاء؟ مين لو فاء في الاهلي المباراه اللي جايه الاهلي اشتغل بشكل مختلف؟ ومين في الزمالك لو فاء الزمالك فاء؟ مين المفاتيح؟ المفاتيح معروفه طبعا، لكن احنا متعودين ان النادي الاهلي بيلعب كره جماعيه، يعني ما تقدرش. اكيد في ناس مؤثره زي قفشه، محمد شريف، يمكن محمد شريف من العناصر الايجابيه جدا. عندنا قفشه، عندنا خط النص بنتكلم عن مصليه، حمدي فتحي خط الظهر، يعني انت بتتكلم على يمكن حتى نادي الزمالك كذلك، يعني ليه برضه العناصر المميزه جدا. يمكن الونش مش هيلعب المباراه الجايه نتيجه الانذار الثالث، ده شيء مؤثر اعتقد بيبقى نادي الزمالك. الونش من افضل المدافعين في مصر دلوقتي، بنتكلم على طارق حامد، بن شرقي، بنتكلم على شيكابالا، يعني في مفاتيح كلنا عارفينها والناس كلها عارفاها. الاقدر بالدوري هو اللي يكون عنده اكثر اصرار واكثر هدوءا، يعني انا بتكلم في حته الهدوء، لان في الامطار الاخيره دايما في بعض المواقف بيبقى فيها نوع من انواع التسرع شويه، ممكن يكون التسرع دوت ممكن يكون ليه عامل سلبي مش عامل ايجابي. احنا بنشوف الفرق الكبيره ممكن بتكون متاخره بهدف، لكن بتلعب نفس السيستم ونفس النظام ونفس الاسلوب، ويمكن في اخر 10 دقائق ممكن يكون في تغييرات، او ممكن الريتم بيتسرع شويه، لكن ما بيفتحوش الملعب بشكل مباشر. النقط دي مهمه جدا. مين الفريق اللي قادر يتعامل خلال ال4 مباريات اللي جايه اكثر تركيزا وكمان مع اكثر هدوءا؟ اعتقد ممكن هو اللي يحصل على بطوله الدوري. اتمنى يكون في الجزيره، لكن كل الاحترام طبعا فريق نادي الزمالك السنه دي عامل موسم اكتر من رائع. لكن كمان النادي الاهلي، عايز اقول لك يعني النادي الاهلي هو اللي كان تحت ضغوط اكبر شويه. عايز انا هنا بقى عايز اسال حضرتك سؤال. كابتن هاني رمزي كمدير فني وليس كابتن هاني رمزي الاهلاوي، لو انت النهارده مدير فني للنادي الاهلي اللي متاخر بنقطتين عن نادي الزمالك، تشغل لعيبته ازاي في المباريات وتجهزه نفسي ازاي؟ ولو انت في الزمالك المتقدم بنقطتين على الاهلي، تشتغل نفسي مع اللعيبه ازاي وتشرح لهم ان لسه بدري ازاي؟ خلينا نتكلم من النادي الاهلي. طبعا انا بقول لك في نقطه مهمه جدا، عمليه الهدوء لازم الجهاز الفني بيشتغل. امكانيات النادي الاهلي عاليه جدا، ودي يمكن شفنا اول شوط في مباراه نادي انبي، يعني حسم المباراه من البدايه، ده شيء مهم جدا. لكن بيجي جنبها سيف ان ما يكونش فيه تسرع، في فرق ان انت عايز تحرز هدف مبكر يريحك، لان ده مهم جدا، وفي فرق انك يعني بتفتح ملعبك وبتبقى فيه استعجال واللعيبه بتبقى مستعجله، بيبقى الفينش مش مظبوط. انا اعتقادي المباراه انبي كانت نموذج جيد جدا للمباراه اللي ممكن النادي الاهلي يلعبها، ان هو بيحرز هدف مبكر وبيغطي الهدف كمان بالهدف الثاني. هنتكلم على الجزء الدفاعي برضه. خلال المباراه اللي فاتت يمكن كان في شويه ملاحظات على خط الدفاع او الشكل الدفاعي للنادي الاهلي. يمكن كلنا عارفين المباريات اللي فاتت، او يمكن 4 5 مباريات اللي فاتت، كان النادي الاهلي بيدخل فيه اجوان. يعني النادي الاهلي عايز اقول لك السنه دي داخل فيه 23 هدف، ده رقم كبير جدا للنادي الاهلي،
مقارنة بالمواسم اللي فاتت، فلازم اولا انت عايز تكسب المباراة، لازم يبقى التركيز عالي جدا، مزيج من الهدوء، ان استغلال الفرص بشكل كبير جدا. يعني الفرص هتجيلك، لكن لما بتضيع فرص بيحصل عملية توتر للعيبة، وبالتالي بيبقى في عدم تركيز. فالجزء المهم جدا اعتقد، وطبعا موسيماني كبير يعني مدرب كبير ومعاه كابتن سيد عبد الحفيظ واللعيبه كمان عندها خبرات، ان احنا ننزل الملعب عندنا طبعا قدره هجوميه عاليه جدا، عايزين نخلص الماتش من بدري لكن بهدوء بعدم استعجال، مع طبعا الحفاظ على شباكك نظيفه طول المباراه، ده كمان شيء مهم جدا. نيجي لنادي الزمالك، اعتقد برضو الاداره الفنيه هتتكلم ان هم دلوقتي يعني متقدمين بنقطتين، وبالتالي الضغوط اكبر على النادي الاهلي. نادي الزمالك بيقدم برضو عروض جيده جدا في الدوري السنه دي، لكن يعني خلينا اتكلم من ناحيه النادي الاهلي بس، مش هخش في الزمالك. لكن انا شايف ان كمان نادي الزمالك ماشي بشكل كويس جدا، ويمكن لو حافظ كمان على النقطتين اللي انا بتكلم عليهم ممكن يكون ده تاثيره ايجابي على نادي الزمالك. موسيماني عنده بديل محمد شريف، ولا في حاله تاخر محمد شريف يبقى عنده مشكله في الحته دي؟ البدلاء موجودين، لكن هو مين الافضل؟ انا اعتقادي الشخصي في اخر اللي يعني اعتقادي محمد شريف هو من افضل، يعني هو دلوقتي افضل راس حربه موجود في مصر بلا منازع. لكن البدائل موجوده، لكن بنتكلم على الامطار الاخيره، محتاجه مهاجم زي محمد شريف. اولا محمد شريف بيخلق فرص للي جاي من ورا الكهرباء، بيخلق فرص لقفشه للحسين، فهو عنده الاسيست كويس قوي. وكمان محمد شريف ما يعني ما شاء الله مش عايزين نحسده، هو من اقل الفرص بيحرز اهداف، وبيعمل كمان شغل دفاعي على خط الدفاع، يعني بيعمل ضغط كويس قوي على السد باكين اللي بيلعبوا عليهم. محمد شريف قادر كمان انه يشتغل بره البوكس شويه، يعني محمد شريف دايما كرات بياخد كرات بينيه بشكل كويس بتحركات كويسه. بدائل موجوده، شفنا طبعا يعني في الفترات اللي فاتت بواليا ماشي بشكل افضل من بدايه الانضمام للنادي الاهلي، بدا يسجل بشكل كويس، لكن في اعتقادي لا غنى على محمد شريف، لان هو اعتقد العنصر الايجابي اللي ممكن زي ما بقول لك في المباريات اللي محتاجه انك تستغل الفرص او اقل الفرص لاحراز الاهداف، اعتقد ده محمد شريف. يعني هل بواليا ممكن يكون موجود مع الاهلي الموسم القادم، ولا الامور تبقى صعبه؟ لا، في اعتقادي هو بدا يفوق شويه، يعني اعتقادي يمكن الثلاث مباريات اللي فاتوا تسجيله الاهداف كان فيها اهداف كمان مؤثره، اديته جزء كبير من اعاده الثقه في نفسه. وواليا احنا زي ما بنقول هو يمكن استعجلنا، او بعض الناس استعجلت على تقييم ادائه شويه، لانه جاي من الجونه، مع اختلاف طبعا احترام نادي الجونه، لكن النادي الاهلي بيكون الضغوط مختلفه، طريقه اللعبه مختلفه. فاعتقادي لا، هيكون موجود السنه اللي جايه، وانا شايف ان هو بدا يستعيد جزء كبير جدا من ثقته بنفسه، واكيد هيكون موجود في النادي الاهلي الموسم القادم. يعني بشكرك كابتن هاني، واتمنى لحضرتك كل التوفيق في القادم ان شاء الله. شكرا بوجود حضرتك دايما. بشكرك كابتن. شكرا حبيبي كابتن هاني رمزي، واحد من نجوم طبعا النادي الاهلي ونجوم مصر، اتمنى له يا رب كل التوفيق. طيب